من الآن وإلى الأبد أمين. لو نلاحظ أن من الألقاب المشهورة للعذراء نقول عليها الطاهرة، بنقول أيتها العذراء الطاهرة اسبلي ذلك السريع المعونة على عبدك. وما نادي العذراء في الكنيسة نقول السيدة العذراء الطاهرة القديسة مريم. لقب الطهارة التصق باسم العذراء. وأنا النهاردة عاوز بنعمة المسيح أكلمكم شوية عن موضوع الطهارة. أنا حسيت إن الموضوع ده موضوع يعني الجيل أو الزمن اللي احنا عايشين فيه صعب جدا، وأنا مش هتكلم على موضوع الطهارة من الناحية يعني الجنسية فقط، ولكن أنا عاوز أفتح الموضوع عن كده شوية ونتكلم عن الطهارة بمفهوم عام. بداية الفترة الأخيرة دي ابتدينا نشوف حاجات صعبة جدا. الأسبوع ده أول أسبوع في المدارس في بعض الكاونتيز، يعني جات لي أم بتشتكي إن أول يوم ابنها يرجع من المدرسة، أول يوم في المدرسة، أول يوم في الهاي سكول، أول يوم في المدرسة، روح بالليل لقى جاياله تكست مسج بصورة بعتها له واحدة من زمايله في الفصل، صورة مش كويسة يعني. فالأم طبعا صعقت وجابت لي الولد علشان أتكلم معاه. فاللي عرفته يعني إن دي أصبحت حاجة بتحصل منتشرة في المدارس دلوقتي ابتداء من سن جونيور هاي، إن البنت لما تلاقي مثلا شاب معجبة بيه أو حاجة زي كده، فهم بياخدوا الطريق من الآخر يعني بيقطعوا المشوار، بدل ما هنقعد الأول نتكلم ونتعرف ومش عارف إيه، فهي تقوم تبعت له صورة كده على طول، عجبته الصورة يكمله ما عجبتوش يشوف حاجة تاني. فبصراحة قعدت أراجع نفسي وأفكر أقول يعني حقيقي ربنا يعين أولادنا، الجيل اللي إحنا فيه أو الزمن اللي إحنا عايشين فيه حقيقي ربنا يعينهم. يعني احنا ما بنقرأ عن قصة زي قصة يوسف الصديق ونقول ازاي ان امرأة فوتيفار كانت بتلح عليه كل يوم اما كانت عاوزة تعمل معاه الخطية، وبعد كده ازاي اما حاولت تعمل معاه كده راح ترك لها الرداء وهرب منها وراحت اتبلت عليه واخد تهمة واترمى في السجن 13 سنة يعني متألم. ومن كتر ما الكنيسة شعرت بقد إيه الإنسان ده إنسان نقي قامت منحته لقب الصديق أو يوسف العفيف، أحيانا يقول عليه يوسف العفيف أو يوسف البر أو يوسف الصديق. من إزاي إن هذا الشاب قدر وهو في سن 17 سنة متباع عبد من إخواته بعيد عن حضن أبوه، أمه متوفية وعايش في أرض غربة، إلا مع أن الظروف دي كلها محيطة به إلا أنه قرر أنه يعيش حياة الطهارة. اللي أنا بصراحة شعرته في قلبي لما سمعت قصة الشاب اللي عندنا في الكنيسة ده اللي مامته جابته واتكلم معاه، قلت بصراحة في قلبي حقيقي كل شاب عايش في الزمن ده اللي احنا فيه ويخوض في مرحلة الجونيور هاي والهاي سكول والجامعة ويطلع بنفسه سليم دون يبقى يعني حصل يوسف الصديق إذا ما كانش يعني إقفاءه كمان، لأن دون مش بتلح عليه كل يوم، ده بتلح عليه كل يوم مش بالكلام بس، دلوقتي بقيت بالصور وبحاجات أكتر من كده بكتير. الزمن اللي احنا فيه الطهارة كادت إنها تكون يعني قلة جدا، وحروب النجاسة بتحارب مش الشباب بس، الشباب والصغيرين والكبار ومنتشرة جدا، وفي طبعا أسباب كتيرة. من ضمن الأسباب الشاشات المتعددة، يعني دلوقتي الشاشات بقت أحجام، يعني في بيج سكرين تي في وفي كمبيوتر سكرين وفي فون سكرين. يعني كان زمان الحاجات دي مش منتشرة بالصورة دي لأنها كانت بتبقى متواجدة في أماكن خاصة أو متداولة ما بين أفراد، ولكن دلوقتي بقت متاحة. تاني حاجة وسائل التواصل الاجتماعي، إن في دلوقتي نت وفي فيس وفي يعني سوشيال ميديا كتيرة، فكل دي نقدر نقول إنها حاجات بتهيئ الجو لانتشار الحروب النجاسة ما بين الشباب أو ما بين المجتمع عامة.
طبعا بالإضافة للموضوع ده، وان الحاجة التانية اللي مع الأسف بتساعد العامل المساعدة هو المجتمع ذات نفسه، لأن احنا عايشين في مجتمع طبعا يعني ممكن نقول عليه ان هو very liberal، يعني مفتوح جدا، في انحرافات شديدة. من قيمة سنتين كده لما تسمح بجواز الشواذ هنا في كاليفورنيا، كان وقتها عندي ولد وبنت مخطوبين وكانوا مقدمين على الجواز، وطلبت منهم قلت لهم لازم تروحوا المحكمة بتاعة فانايز علشان تجيبوا تصريح جواز من المحكمة، دي من ضمن الأوراق اللي بتكون مطلوبة قبل الجواز يعني عشان نبعت نجيب تصريح الجواز الكنسي. يوم ما راحوا المحكمة كان يوم اتنين، ويوم الاتنين دون كان أول يوم اتفتح فيه باب زواج الشواذ هنا في كاليفورنيا. راح الولد وخطيبته المحكمة الساعة 2 بعد الظهر، لقوا طوابير طويلة جدا، فضلوا واقفين من 2 لحد الساعة 5. الساعة 5 طلع لهم كليرك من جوه قال لهم احنا متأسفين لازم تمشوا وترجعوا بكرة تاني. فقلت له يا فلان ايه سبب الزحمة؟ قام قال لي يا ابونا السبب ان بيقول لي انا وخطيبتي كنا احنا الاتنين اللي شكلنا شواذ في الطابور، لان الطابور كله يا اما راجل وراجل يا اما ست وست، وانا وخطيبتي كنا احنا الاثنين راجل وست، فاحنا الناس كلنا بتبص لنا يعني مستغربين انتوا ايه اللي بتعملوه ده. تاني يوم الولد راح الساعه 8 لقى طوابير برضه، فضل قاعد لحد اخر النهار لحد ما عرف يطلع بتصريح الجواز بتاع المحكمه ده. فطبعا المجتمع في حد ذاته في اشياء كثيره بتهيئ مع الاسف او بتزق الانسان في الطريق ده. الطهارة مهمة جدا، وإلا ما كناش ختمنا بيها كل صلاة من صلوات القسمة. إحنا عارفين إن صلاة القسمة في القداس يعني بتعتبر يمكن من أقدس أو من أهم الصلوات، يعني يمكن ناس كثيرة ممكن تيجي القداس تقعد سرحانة في القداس من أوله لآخره، وأول ما أبونا يخش في القسمة يقول لك إحنا دخلنا في القسمة، بقى يركز بقى في القسمة دي يعني فيها إيه الخلاصة كلها. ولو تاخدوا بالكم الخلاصة كلها تنتهي بعبارة ما طفوه النين بسيش يطهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا ونياتنا لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة وجه غير مغزي وإيمان برياء نصرخ إليك ونقول يا أبانا الذي في السماء. فبتنتهي بإيه؟ طهر نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. فالكنيسة وضع التركيز إن بعد كل الصلاة الطويلة الطويلة خالص دي كلها بتاع القداس، إن لما نيجي عاوزين نطلع خلاصة الحاجة اللي إحنا عاوزين نطلبها من ربنا إن إحنا نقول له يا رب طهر طهر طهر. إيه بقى؟ طهر نفوسنا وطهر أجسادنا وطهر أرواحنا وأفكارنا وعيوننا وأفهمنا ونياتنا، ونقعد نقول له لسته طويلة من حاجات إحنا عاوزين ربنا يطهرها فينا. أهمية الطهارة جاية لأن لو تفتكروا السيد المسيح قال يعني حاجة حلوة خالص في التطويبات بتاعته في الموعظة على الجبل، قال طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. احنا لو النقاوة والطهارة نفس الفكرة، لأن لو حتى تبصوا في الترجمة الإنجليش تقول لك blessed are the pure in heart، صح؟ وكلمة pure يعني حاجة طهرة أو حاجة نقية، فكأنه بيقول طوبى للأطهار دول لأنهم يعينون الله. ولو تفتكروا في سفر الرؤيا أما القديس يوحنا الرائي ربنا حب يوري له بعض الطغمات اللي موجودة في السماء، فراح شاف 144,000، فبيقول مين 144,000 دول؟ قال هؤلاء الذين لم يتنجسوا مع النساء، يعني عاوز يقول دول الناس الأطهار البتوليين. طبعا الكنيسة قالت إن دون برضو رمز 144,000 طفل اللي قتلهم هيرودس في مذبحة بيت لحم، بس الخلاصة إن ربنا حب يورينا إن الإنسان اللي يحيا حياة النقاوة وحياة الطهارة على الأرض يكون له مكانة، ليه مكانة خاصة موجودة في السماء. فإحنا عاوزين نطلب من ربنا النهاردة ومن العذراء كده أم الطهر وكلية القداسة، إن زي ما هي كانت طهرة إنها تساعدنا إن إحنا كمان نحيا حياة الطهارة، زي ما بنقول في الصلاة بتاعة الغروب بنقول إيه؟ فهيئي لي أسباب التوبة، أيتها بنقولها هيئي لي أسباب التوبة عشان نحيا حياة الطهارة. النجاسة عامة خطيئة النجاسة مدمرة للإنسان وتدمر الإنسان في نواحي مختلفة.
أول حاجة تدمر الإنسان روحيا، خمس نواحي. أول حاجة تدمر الإنسان روحيا، يعني إيه؟ الإنسان اللي يقع في خطية أو في عادة خطية نجاسة في حياته، تبص تحس إن الإنسان ده فاقد الحرارة الروحية، ويوم ما يقف يصلي قدام ربنا يجي يقول أنا حاسس إن زي ما يكون في حيطة طويلة من الأرض للسماء سد ما بيني وما بين ربنا، أجي عاوز مثلا أصلي، عاوز أعمل أي حاجة، أحس إن أنا مفيش أي تواصل، حيطة سد السكة، لأن النجاسة تعمل كده، يعني تدمر الإنسان روحيا. طب تدمر الإنسان إيه تاني؟ تدمر الإنسان نفسيا، يعني تلاقي الإنسان نفسيته مضطربة، تلاقي الإنسان فاقد سلام. وفي آية في الإنجيل تقول لا سلام للأشرار يقول الرب، يعني إنسان اللي يمشي في سكة الشر في سكة النجاسة تلاقيه فاقد سلام. وفاكرين هيرودس الملك لما راح أخذ امرأة أخيه وتجوزها، وقعد يوحنا المعمدان يقول له إيه؟ يقول له لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك، فضل يقول له الكلام دون، راح أخذه حطه في السجن. وبعد شوية جت بنت هيرودية رقصت وقالت عاوزة رأس يوحنا المعمدان على طبق، فراح ذبح يوحنا المعمدان. تفتكروا إنه لما عمل كده ارتاح نفسيا هيرودس بعد كده ارتاح نفسيا؟ أبدا، ده بالعكس، ده لدرجة إن بعد كده بسنين أما سمع عن السيد المسيح يقول لك ده يوحنا قام وجاي علشان يرجع إيه يبكتني. ويقول التقليد إن بعد ما قطع رأس يوحنا فضلت رأس يوحنا المعمدان تطير في وسط الحاضرين وتقوله لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. فالإنسان اللي ماشي في سكة الخطية أو النجاسة تبص تلاقي إنسان فاقد سلامه الداخلي وخايف دايما، يحيا في رعب، خايف لحسن الموضوع بتاعه ينكشف وفتحته تبقى بجلاجل الناس وتسمع خبره، خايف من وجهة ربنا، خايف من وجهة الأب الكاهن أو أب اعتراف، والناس تيجي تقول له ازيك يا فلان، تبص ليه بيسلم عليك وبيدور وش الناحية التانية عاوز يطلع يجري أوام، ليه؟ خايف لحسن أبونا يقول له ما تيجي تقعد تعترف. فهو تلاقي إنسان فاقد سلامه الداخلي. يبقى تدمر الإنسان روحيا وتدمر الإنسان نفسيا وتدمر الإنسان عقليا ذهنه. تلاقي الإنسان ذهنه دايما مشغول في البحث عن الخطية، وعينيه دايما، عارفين ما مثل يقولك فلان ده عينه زيخة؟ يعني إيه عينه زيخة؟ يعني عينه عمالة تلف، عاوز إيه؟ عاوز يلمح نظرة هنا، يشوف حاجة هنا، فبص تلاقي فلان ده عينه عمالة تلف. فالإنسان تلاقي عقليا، حتى عشان كده يقول بولس الرسول في رسالة روميا الأولى يقول على الإنسان اللي هم رفضوا أنهم إن لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، الناس الأشرار الذين لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، قال لك إيه؟ أسلمهم الله إلى إيه؟ ذهن مرفوض. ذهن مرفوض يعني إيه؟ يعني اتجننوا، اتجننوا لدرجة أنهم ولعوا بشهواتهم. وبعد كده يكمل بقى بولس الرسول في آخر روميا واحد ويستسرد في الموضوع دون ازاي ان هم بعد كده يعني زادت معاهم. فتلاقي حياه، تلاقي خطيه النجاسه تدمر الانسان قلنا روحيا ونفسيا وذهنيا، بالاضافه انها تدمر الانسان جسديا كمان. واحنا عارفين ان في خطايا متعلقه، خطايا النجاسه في امراض كتيره جدا بتترتب عليها، طبعا من اشهرهم الحاجات زي الايدز والاتش اي في والحاجات دي، وفي امراض تانية كتيره اللي بيسموها اس تي دي سيكشوالي ترانزميتد ديزيزز. اخر حاجه تدمر في الانسان النجاسه هي اجتماعيا، ان الانسان اللي يحيا في حياه النجاسه تبص تلاقي اجتماعيا، تبص تلاقي انسان متقلب وانسان فاشل ومش عارف ولا يبقي صديق ولا يبقي يعني حبيب ولا اي حاجه. تبص ليه؟ لان على طول متقلب ومشاعره متقلبه ودايما بيقول كانه بيسعى في ان هو يلاقي يعني ما هو افضل، عمره ما يبقى مقتنع ولا راضي بالحال اللي هو فيه او بمثلا الشخص اللي هو معاه. انا بقول الكلام ده يا جماعه
وبعدين احيانا ممكن انسان يفكر يقول طب احنا مش قاعدين في اجتماع شباب، ده احنا قاعدين في نهضة عذراء، واللي قاعدين ناس من اعمار متراوحة وناس كبيرة ومتجوزة، ومش هقول لكم ايتوا الحق، الموضوع ده اتجمر من على المذبح ولمست شفتيه، فبيقول له هذه مست شفتك ايه فانت طهرت. وبعد كده قال له ها انا زي يا رب. فاذا حته الطهاره احنا عاوزين نتكلم كمان على طهاره اللسان. بولس الرسول يقول في الموضوع دون ايه، يقول ليكن كلامكم مصلح بملح. يعني ايه الكلام مصلح بملح؟ احنا عارفين ان الملح كان طبعا قبل الثلاجات كان زمان يستخدموا الملح ده من اجل ايه؟ من اجل حفظ الشيء من التعفن، علشان الحاجه ما تعفنش وما تبصش، يحطولها ملح. والملح احنا عارفين برضو ان بيطهر، يعني من المواد المطهره. يعني ما يكون واحد عنده في فزوره انفكشن، الدكتور يقول لك ايه؟ يقول لك هات شويه ميه وملح وغرغر، صح؟ غرغر ليه؟ اصل الملح ده ما يجي على الانفكشن يوم يعمل ايه؟ يوم يطهر. بولس الرسول يكون كلامكم مصلح بملح. يعني يا سلام لو حطيت في وسط كلامك كده سير قديسين، يا سلام لو حطيت في وسط كلامك كده آيات من الكتاب المقدس، يا سلام لو حطيت في وسط كلامك اسم ربنا يسوع المسيح. تبص تلاقي كلامك كده طالع حلو وجميل، واللي يقعد يسمع الكلام بتاعك تبص تلاقيه طالع من الجلسة كده مبتهج ومنشكح وفرحان، يعني حس ان هو ايه اخد كلام يعني يعزيه ويشبعه. وفي كلام تاني بقى تبص تلاقي كلام مش مصلح بملح، لا ده كلام بقى اللي فيه سيرة فلان وفلانة وعلان، وفي لفظ خارج هنا، وفي يعني تعليق كده هو في تلميحات مثلا مش تمام يعني هنا. تبص واحد قاعد في القعده طلع من القعده نفسيته حتى تعبان، طلع حاسس ان هو عاوز محتاج يقدم توبه عن القعده دي. فاحنا بنتكلم كمان مش على طهاره الجسد فقط، ولكن ايضا طهاره اللسان. حاجه تانية هي طهاره الفكر. طهاره الفكر، فكرك دون وانت قاعد بيفكر في ايه؟ الإنسان وهو سواء قاعد، ده أحيانا الواحد ممكن يكون قاعد في قلب الكنيسة، وطول ما هو قاعد في الكنيسة عمال فكره يا إما إدانة في اللي فلانة لابسة وفلان عامل وفلان حلق شعره وفلان مربي دقنه وفلان مش عارف إيه، وطول ما قاعد في الكنيسة عمال فكره صاروخ عمال يخبط في الناس كلها. أو إنسان يكون قاعد وفكره بيفكر في النجاسة، أو إنسان يكون قاعد وفكره بيفكر في أي حاجة بره ربنا. يقول لك إن مرة كان في واحد بيوعظ في أسبوع الآلام، وبعدين أبونا دون جه في يوم الجمعة الكبيرة وهو بيوعظ، واحد قاعد في الصف الأولاني ماسك في إيده نوتة ومطلع قلم وعمال يكتب. فابونا انبسط من فلان اللي قاعد في الصف الاولاني ده، بيقول لك اشوف فلان دون مركز في الوعظه كويس لدرجه انه بياخد نوتس، يعني بياخد ملاحظات. ابونا كان نظره قوي شويه، فبيبص في الورقه بتاع الجدع اللي قدامه ده، لقيت مكتوب ايه؟ عدد 1 كيلو لحمه، عدد 2 فرخه، عدد مش عارف ايه. اتاري فلان قاعد في وسط الوعظه بيجهز طلبات العيد، او بيفكر في هياكل ايه ليله العيد، مش قاعد بيفكر في وعظه ابونا خالص. يبقى اذا انسان فكره حاضر في الكنيسه بس فكره شارد في حته تاني. فاحنا بنقول له يا رب كمان انك تطهر افكارنا. عشان ما اطولش عليكم كده أختم بثلاث نقط بسرعة. إزاي الإنسان يتنقى؟ يا رب أنا طب نفسي إن أنا أكون نقي، نفسي إن أنا أكون طاهر، إيه يا رب اللي ممكن يطهرني؟ أول حاجة قلتها لكم في وسط الكلام من شوية، اللي هي القصة بتاعت إشعياء. إشعياء أما الملاك أخذ جمرة من على المذبح ولمس بها شفتي إشعياء، الجمرة دي كانت ترمز لإيه؟ للتناول، صح؟ لسر الإفخارستية. مش السيد المسيح بيجي بيحل جوانا يقول لك من ياكل جسدي ويشرب دمه يثبت فيا وانا اثبت فيه، وبعدين هو يخش جوانا يقول لك القدسات للقديسين مبارك الرب يسوع المسيح وقدوس الروح القدس. فاول حاجه طهر الانسان من جواه هو سر التناول. تعالى واظب على التناول على قد ما تقدر، بس واظب على التناول وانت مستعد. مش بقول مستحق ولكن مستعد، ما فيناش حد مستحق، الله هو الذي يجعلنا مستحقين لكي نتناول من
قدسات وطهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. حتى شوفوا في مقدمة الأواشي نقول نتناول من قدساته. هنتناول ليه؟ إيه اللي يحصل لما نتناول؟ يقول لك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا. يبقى لما نتناول يحصل إيه؟ نطهر ونتنقى من جوانا. دي أول حاجة. طب تاني حاجة تطهر الإنسان إيه؟ يقول السيد المسيح كده: أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. كلمة ربنا تنقي الإنسان وتطهره. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كلمة ربنا تخش جوه الإنسان عاملة كده زي الكربونات كده، تخش جوه الإنسان تتفاعل مع البقع اللي موجودة جوه الإنسان، تطهر وتطلع أي بقعة موجودة كده. فاكرين البطاس بتاع مصر؟ زي البطاس كده تخش وتطلع ايه، تطلع اي حاجة مش كويسة مش نظيفة تطلعها بره. كلام ربنا، يجي الواحد لما يقرأ كلمة ربنا يقارن كلمة ربنا بحالته، تبتدي تنكشف علينا عينيه عن خطاياه ويبتدي يقدم توبة. لما نقرأ كلمة ربنا نرد عليها بثلاث ردود. اول رد نقول حاضر، وتاني رد نقول امين، وتالت رد نقول يا رب ارحم. أول رد نقول حاضر، وربنا بيقول لك وصية، وربنا بيقول لك وصية في الإنجيل وانت حاسس ده، قول له حاضر يا رب. تاني حاجة تقول لها إيه؟ أمين. أمين اللي هي إيه؟ ما يكون بيقول لك وعد، ربنا بيقول لك وعد أو كلمة حلوة في الإنجيل، تقوم ترد عليه وتقول له إيه؟ تقول له أمين. طيب تالت حاجة اللي هي إيه؟ لو ربنا بقى بيقول توعد. توعد اللي هو بيقول إيه؟ بيقول مثلا إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الواحد يقرا الايه دي ويقول له ايه؟ يقول يا رب ارحم، يقول يا رب ارحمني علشان ما ابقاش انا من ضمن. فتاني حاجه قلنا اول حاجه تنقي الانسان من الداخل هو التناول، وقلنا تاني حاجه تنقي الانسان من الداخل هي ايضا كلمه الله. طبعا ما كانش اقول ثالث حاجه بقى، بس انا اقول ايه، نقول اهم حاجه هي اللي تطهر الانسان بقى كليه لما تكون موجوده جواه، هو الروح القدس. نقول ايه؟ ايها الملك السماء المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصلاحات ومعطي الحياه، هلما تفضل ها وحل فينا وايه وطهرنا. هلما تفضل وحل فينا وطهرنا. الروح القدس لما حل على التلاميذ، حل على التلاميذ في صورة ايه؟ نار، صح؟ مش احنا لسه من شوية بنقول ان الكلام كلمة الله ملح، صح؟ كلمة ربنا ملح، الروح القدس بقى النار اللي هي يعني تطهر اكتر حاجة، تنقي الانسان علشان ايه؟ يقول لك يخلص ولو كما بنار، يعني الانسان في الاخر يتنقى ولو كما بنار. الله يجعلنا ان احنا كلنا نحيا حياة الطهارة علشان نقدر بعد كده نكون موجودين معاه في الملكوت، لانه زي ما قلت لكم بيقول ان طوبى لأنقياء القلب لانهم يعينون الله، وبركة العذراء ام الطهر والكمال انها تعنا ان احنا نحيا هذه الحياة ونتتبع خطاها لإلهنا المجد دائما ابديا امين.